سعود، خبرني عن ربعكم بما أنه موجودين. شو يعني الأشياء اللي كنتوا تسوونها مع بعض الجميلة، الأشياء اللي تحبها تسويها مع ربعك؟ والله مع عبد الله ومحمد عاد وايد مواقف. يلا خبرنا. واحدة من المواقف طبعاً عبد الله ومحمد يمكن هالشيء هم يعرفونه، إحنا تيم قوي في لعبة الورقة، إحنا دائماً مع بعض في لعبة الورقة، تيم قوي. أذكر قبل تقريباً 3 أو 4 سنين دائماً إحنا بين ربعنا نسوي بطولات في رمضان، بطولة ورقة كل يوم نلعب ونشوف إنه يجمع نقاط أكثر شيء. وهذا الفريق طبعاً الفريق عامل البطل الأبطال. فريق الأبطال ورقة بالفجيرة على سالفة الأبطال. إحنا أنتوا كلكم ثلاثة في أبطال الإمارات، خلاص عايشين الأجواء، نتشرف صراحة. محمد نو أحسن واحد في لعب الورقة، في لعب الورقة أشطر واحد طبعاً من بعد الوالد سعود أكيد. طبعاً محترف، هو المسمين عنده لقب معين، هو في الورقة المرح، هو المرح، مرح الورقة. يا سلام، يعني تلعب معاه ترتاح ولا تشيل هم، يفهمك على الطاير. أكيد ترى لعب الورقة ترى مو بسهل، في بعض الناس ما يفهموا شو يعني كيف يلعبون الورق. غير لعبة الورق شو يلعب يحب يلعب عبد الله؟ طبعاً في لعبة سعود طبعاً بالرياضة ما حد يغلبه، لكن في لعبة ما وصل لمستواي، لعبة الفيفا. يا سلام، لا لا لاعب قوي، طلع في منطقة تحديات بينكم الربع قوية. لا لا لا، في إحصائيات مسجلة، المستوى متقارب جدا خاصة بلعبة الفيفا. المشي بس أنا أفوز أكثر. المشي سعود ما نقدر نقول له شيء. ضيف حلقة خلاص. ضيف حلقة اليوم يومه صراحة. أكيد أكيد، وهل يلسك لها علشانه يعني. نعم، فيستاهل سعود. زي خبروني شباب، خبرني يا محمد شو كنتوا تسووا ايام الطفوله؟ كيف كانت ايامكم؟ طبعا احنا بدينا بحلم بسيط جدا، بدينا نلعب كوره. طبعا عندهم ساحه في بيتهم ورا، وسوينا ملعب صغير ان نقدر نلعب فيه ونجمع اهل المنطقه في بيتهم يعني. والله لك الحمد كنا نلعب يعني، وكان في تحدي. وطبعا كان التحدي دائما من يختار سعود اول شيء، واللي يختار سعود لازم يفوز. زين، شو رايكم نشرب قهوه؟ ان شاء الله. يلا. عبد الله، انت خبرتني عن سالفه يوم طلعتوا الشوي ودخلتوا بر وكم كيلو وما ياب اللحم، صح؟ صحيح. انا جايبينكم اليوم هني، انا اليوم ادافع عن سعود، يا اقوم نعيش اجواء الشوي والباربيكيو. يا سلام، واحضر لكم اللحم. في أجواء الشواء وأجواء الباربكيو، الأجواء الجميلة والجو البارد، حابين نسألك سعود يعني أسئلة سريعة وأنت قاعد تشتغل، شو رأيك؟ خذ راحتك. إنزين، إذا قلنا لك أكثر شيء يفرح سعود؟ أكثر حاجة تفرحني أنا اللي هي أشوف دوم اللي حولي كلهم بخير، أهلي بخير، ربعي بخير، دائماً أشوفهم مستانسين معاي، يسمعون أخبار طيبة عني وأسمع أخبار طيبة عنها. طبعاً هذا الشيء أهم من الرياضة، أهم من أي شيء ثاني في الحياة. بالعكس، مثل ما الواحد يحاول يطمح يوصل في الرياضة لازم يكون عنده جانب إنساني وجانب أخوي ومع الأسرة ومع اللي يحبهم. جميل. زين، شو اللي يوترك سعود؟ والله تقريباً شوف، من ناحية المباريات ما في شيء يوترني، بالعكس الواحد دائماً يتوكل على الله. بس لا أنا بسوي لك بطريقة برازيلية. يلا اوكي. شوف قام لا لا قام يطلع ابداعاته. لا ما نحكم على سعود في الشوي. من قلت لك سعود ليه ما تجرب؟ ايه بالطبخ لا تكلم انت بس، خلاص الموضوع عندك، الحيه عندك يا سعود. عط الخباز طبخ مثل ما يقولون. زين يا سعود، خلينا نعرف الشخص اللي يعني توقعت انه يكون داعم لك بشكل كبير وبشكل مباشر ولكن خذلك، منو هالشخص هذا؟ والله ما في شيء خذلني، ما في شخص بالتحديد خذلني، بالعكس كل اللي سألتهم ما كانوا يبخلون علي بمعلومة، واللي ما قدر يعطيني هالمعلومة طبعا لأسباب خاصة ولا لظروف يعني ما قدر، أو هو يفتقد لهذه المعلومة، فما أتوقع أن هناك في شخص خذلني في الناحية. ومنو الشخص اللي يعني ما كنت تتوقع أنه يكون داعم لك وكان واقف معك؟ والله وايد ناس، وايد ناس، حتى دخلت يعني بيني وبينهم معرفة سطحية،
دائما في صفحات التواصل الاجتماعي اشوفهم كاتبين لي، يكتبون لي نصائح، يكتبون لي، يشجعوني دائما بعد كل المباريات، يحطون صوري عندهم منشن. فاكثر من شخص صراحه لو اخاف اذكر اسم وانسى اسم وراح اظلمهم. شوف شوف ترى انا شام الريحه، ريحته يعني خلاص دخل الشيف للمراحل المتقدمه يعني مثل ما يقولون. هاي هوايه من الهوايات اللي عنده اكيد مجاله، هذا ما نقدر نقول له شيء. لا صراحه يعني هو واثق من نفسه، انت قلت لي ما في لعبه يلعبها سعود لو يطلع ربحان، اكيد فاكيد ما بيخسر في الشوي يا جماعه، صح ولا لا؟ طبعا طبعا هذه لعبتنا عاد. سعود خبرني عن اليوم اللي تتمنى انه يرجع فيك الزمن ويتكرر معك. انا في الناحيه يعني من الناحيه الرياضيه، من اي شيء، من اي شيء. من الناحيه الرياضيه انا اقول لك فوزنا احنا بذهبيه الخليج ووصيف اسيا، ومن ناحيه كره الصالات اللي هي الفوز ببطوله الدوري وكاس السوبر. يا سلام. انزين خبرني شويه عنك سعود، في القراءه، في الكتب، في هواياتك انت خارج الرياضه، شو الكتب اللي تقراها ومنو الكتاب اللي تقرا لهم؟ والله الكتب اللي اقراها انا كتب منوعه، في تطوير الذات، كتب دينيه، كتب عن تاريخ الحضارات الاسلاميه او حتى الغربيه. ما في كاتب معين انا اقرا له، طبعا في كتاب معروفين، لكن انا على حسب يعني. انا مثلا حتى الحين انا في هالفتره عندي كتابين اقراهم دائما، يوم اقرا نوعين من الكتب، اقرا كتاب نوعين في نفس الوقت، يعني اقرا كتاب لتطوير الذات مثلا او كتاب ديني، وكتاب ثاني عن قصه شخص ملهم في نفس الوقت. يعني مثلا مثل ما تقول هذا انا اخذه لفتره الصباح وهذا لفتره المساء. من الشخصيه الملهمه اللي قرات لها واثرت فيك سعود؟ الله يرحمه أبونا الشيخ زايد، الله يرحمه، يرحمه ويغفر له. طبعا هذه من الشخصيات العظيمة اللي أنا أشوفها، أنك أنت تجسد فكرة، طبعا نحن نتكلم عن السبعينات، تجسد فكرة الاتحاد من بين هذه الإمارات السبع، فهذه تطلب جهد كبير وعمل عظيم جدا وفكر عالي جدا. أكيد أكيد، يعني المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، هو مدرسة في الإنسانية ومدرسة في السلام، مدرسة في يعني التربية. يعني فعلا نحن لما نقرأ سيرته يعني نتذكر مواقفه، فعلا هو مدرسة يعني ويأثر فينا. سعود شو غيرت الرياضة في حياتك؟ والله علمتني أشياء الرياضة، من مثل احترام الوقت. تتعرف الرياضة الوقت هو عامل مهم جدا. صح. أذكر حتى يمكننا نروح معسكرات خارجية تتأخر دقيقة عن التمرين ما تدخل التمرين، خلاص أنت راح يومك حرام، اللي معاك كلهم راح يستفيدون من الحصة التدريبية لكن أنت راح تقطع التمرين. من ضمن الأشياء الثانية احترام الخصم، شو ما كان مستوى الخصم أفضل عنك أسوأ عنك أنت لازم تحترمه، لأن هذا يوم من الأيام باني حياته على هذه اللعبة، يمكن عنده طموح كبير، فأنت يعني صعب أنك أنت تستهزأ بمستواه، هالشيء يمكن راح ينعكس بشكل سلبي عليه، مو بكل الناس لا راح ياخذ كلامك تحدي ويكون احسن ويلعب معك، لا بالعكس في ناس راح ينعكس عليهم بشكل سلبي، ويمكن انت راح تنهي الطموح اللي هو بادلنا وراسم فيه احلام. سعود راح اسالك سؤال يمكن يكون سهل ويمكن يكون صعب عليك. أنت راضي على نفسك اليوم؟ بشكل عام راضي جدا من ناحية رياضية. أنا راضي عن نفسي قبل كل شيء من خلال علاقتي مع أهلي، من خلال علاقتي مع أمي، مع أبوي، مع زوجتي. يعني هذه أنا أشوفها هذه اللي تخلي الإنسان يكون راضي عن نفسه ومرتاح داخليا أكثر من الحياة المهنية ولا الحياة الرياضية.